احمد وراغده وين الشغله المهضومه؟ انه انت فنان مصري هلا بلبنان وراغده عالميه لبنانيه هلا بمصر، صح؟ اوكي، تبادل الخبرات. شو رايكم انت تحكي تبادل اللهجات؟ انت تجرب تحكي مصري واحمد يجرب يحكي لبناني، بتفتحوا حديث. طيب ازيك يا احمد؟ منيح الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ والله كله منيح. بتعرفي شو يعني، انا مش عارف اذا كنت بتكلم لبناني ولا سوري يا بنات. انا من كتر ما اشتغلت هنا مع الميكس فانا بقيت عارف انا بقول لبناني ولا سوري، فانتوا يعني قطعوا لي اياها. اوكي، ايه اخبار بيروت معاك؟ والله كتير منيحه كتير. يعني بتعرفي شو، انا بحب انزل مناطق مش المعروفه لإلك. يعني بحب اطلع روح عصور عصيدة، بحب المناطق النائية. يعني ايه بحب حسيتهم بدي المناطق بس النائية. بس بس ممتاز. لا مش قوي يعني، بحب لا انه بجد. وبعدين انا اصحابي يعني ما بيعلمونيش اللبناني اللي ينفع اتكلم على الهوا فيه. يعني فاهم قصدي؟ يعني فبس عشان انت بتعرف تعاكس باللبناني؟ ولا مش عارف اذا كان ينفع اقول ولا لا، بس هجرب. قول 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 حسب شو معلمينه. كل هالجمال قدامك لازم تعاكس باللبناني ضروري. شو الهضامه اللي قاعده حدي هلا؟ انا كتير مبسوط. وبتعرفي شو؟ شو؟ عيونك بيها بيها شيء غريب. يعني من وقت شفتها حسيت حالي مفنجل. يعني مفنجل هيك يعني يبقى حلو. ايه مفنجل وقت شفتك. نحن حتى بنقول بضوع عيونك. حد قال لك، حد قال لك ايه المز ده؟ شوفوا لي المز بقى معايا مزين النهارده.